رفعت أصوات الجامعة خارج أسوارها. أساتذة وطلبة من مختلف الجامعات التقوا هنا بساحة أودان وأمام الجامعة المركزية في وقفة سلمية يجمعهم فيها شعار واحد: الحفاظ على الوطن والتمسك بمطلب عدول الرئيس عن الترشح لعهدة جديدة. هناك أساتذة جامعيين جئنا لنضم صوتنا إلى صوت الشارع الجزائري ولنقول نفس الكلمة وهي لا للعهدة الخامسة، نعم للتغيير، نعم لإعطاء الإرادة الشعبية ولأيضا سماع صوت الشعب الجزائري. الجزائر ديمقراطية حرة، نريد حرية التعبير، نريد صحافة حرة، لا نريد تضييق على صحافيين. بلا تعنيف ولا تكسير، أرادوها سلمية. فمسيرة اليوم دعا إليها الأساتذة والطلبة لم تشهدها العاصمة منذ سنوات، فبعد كسر حاجز الصمت يساند هؤلاء المطالب السياسية للشعب التي تدعو إلى التغيير والمساهمة في بناء مستقبل البلاد. هذه كرنا سلميين، أنا غير نهدرون، أنا عيدوا ننقلوا شعارات. الشعارات التي قدمت والتي رفعت، النشيد الوطني، النشيد مثل موطني، هي دليل على حبهم لهذه الأرض. لم نخرج لا مقاتلين ولا محاربين، إنما أردنا أن نعبر عن آرائنا فقط. الوقفة لم تقتصر فقط على العاصمة بل امتدت لعديد الولايات، كلهم صوت واحد.